بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نراجع أول شيء ما أخذنا بالأمس. أكيد وان كريس أرادنسن مراجعة هنا أكبر جدا. نعم، ماذا أخذنا بالأمس؟ خليت مالك أبدا بروت خليت رامي مالك أبدا أنت مالك أبدا. نعم، أخذنا ماذا؟ ماذا؟ لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ ما لم توجد أراضي تقبل لي لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. لماذا ندرس متن أصول الصلاة؟ لا لا لا، هذا السؤال لماذا ندرس التوحيد؟ الإجابة عليه. لأنه حق العبيد. حق الله على العباد. نعم. نعم. لأنه حق الله على العباد. توحيدنا حق ربنا يبرد الله. ولماذا ندرس متن أصول؟ والله خلقنا لنوحد الله. خلقنا لنوحد الله. أكرمنا كل مسلم كوما. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. لا يدخل جنة لموحد. جنة لمسلم لموحد ولن يرد العبادة لموحد ولن قبل. تمام. الثاني. الثاني، ولماذا ندرس متن أصول الثلاثة؟ لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن أصول الثلاثة؟ لماذا اخترنا متمالي كتاب عيسى متن أصول الثلاثة مالك مرتبني؟ لماذا؟ لأن العلماء نصحوا به. لأن العلماء نصحوا به. نعم، علماء الأشياء البرني. الثالث. يا أبي سلفة. نعم. لماذا ندرس؟ ما هي الأصول باختصار؟ نعم، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ ما هي الأصول الثلاثة جبابنا؟ قلنا هي أسئلة القبر. نعم، هي أسئلة القبر. تمام. اسم جابي قبريتي. الرابع. نعم. ما الفائدة من الدراسة؟ ما الفائدة تريد قرارهاي؟ قلنا الفائدة الإجابة عن أسئلة القبر. فائدة تريد قرارهاي أسئلة القبر هذا مثال الأولى. الخامس. كلا فائدة كلا. على ماذا يحتوي هذا الكتاب؟ هذا المتن المبارك. نعم. متن يوكيل أصول الثلاثة كل وابي قرتي شمال وابي الكيسة قبعة. يحتوي على ماذا؟ يحتوي على خمسة أشياء. على أقسام خمسة. على أقسام قول شريفت. الأول المسائل الأربع. المسائل الأربع. ثانيا ثقفان مسائل الأربع يعني أفضل. والثاني المسائل الثلاثة. المسائل الثلاثة وغير الأصول الثلاثة. المفان مسائل الثلاثة يعني سديد. الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ سلفا ما يكتب القرآن. الرابع شرح أصول الثلاثة وأسئلة القبر. شرح أصول الثلاثة هي أسئلة القبر. شرح أصول الثلاثة لكم أصول الثلاثة كيف سبق إلى. والخامس الخاتم. الخاتم. تمام. ما شاء الله. فان خاتم هذا. جزاك الله خير. نعم، غير هذا ماذا أخذنا؟ نعم. أنا ما لي ما أنفق ما أنفق أبدا. لا كم اسمي ينقسم الصبر. على أقسام الصبر الثلاثة أخذنا. نعم، وهي نعم وهي أقسام صبر سديد قبل ليس ليس النتيجة. الصبر على طاعة الله. صبر على طاعة الله حتى تؤدك الصبر على الصلاة الصيام. نعم. صبري أعرف بلتي قدي صبروا صلاة بسم الله زكاة إباداتكم بالجسم. الصبر عن معصية الله. الصبر عن معصية الله حتى تبتعد عن المعاصي عن المحرمات عن الشرك. معصية الله رفقاته. الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله ما يقدر الله عباد مرض أو فقر أو ابتلاء. وارب من تسيبك ورجلك أو سارقته. نعم، غير ماذا أخذنا؟ أنا غير. نعم.
ما هو التوحيد؟ أخذنا ما هو التوحيد. نعم. توحيد الكمال الكمال خليل. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الكمال وارد الكتاب حد التوحيد. أبي الكتاب مالك وارد الكتاب ونرك الكتاب يكون إبادة را أقسم الربوبية إستنا من يأتي سوى بعض الجدور أسماء صفات الرأي. وتوحيد الربوبية هو توحيد الربوبية الكمال. إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. إفراد الكتاب أسره بأفعاله إذا لقى إساتي. توحيد الألوهية ما هو؟ هو إفراد الله بأفعال العباد. أفعال العباد أو بالعبادة تمام. توحيد العبادة يسمى الكتاب الألوهية عبادات أبروتات رجل الكتاب أسره. توحيد الأسماء والصفات. هو إفراد الله بالأسماء. إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء وصفاته. ربي بالكتاب أسره بأسمائه وصفاته أسماء إساتي صفات إساتي إساتي الكتاب أسره. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن ربي في سبت جزيرة قاسفنا ورسولي ربي رجع جزيرة قاسفنا. ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. ربي مخلوقة بكات الرالب الكليس. تمام. غيره. نعم. ما الفائدة التوحيد؟ ما الفائدة؟ فائدة التوحيد. فائدة التوحيد. طيب نعم. غيره. نعم. نبدأ باسم المسائل الأربعة. المسائل الأربعة قلنا ما هي؟ سورة العصر. سورة العصر. المسائل الأربعة ما لجنة سي سورة العصر لجنة لبنة. وهي المسائل الأربعة أولا. مسائل الأربعة دراج مسلين. لابد أن تعلم. لابد أن نتعلم. نتبرد رابيسين وفجيم. لابد أن تعلم. وإذا تعلمنا نعمل بما تعلمنا. لما فاوا أمر النساء تدلقوا رابي السجن. لابد من الدعوة إلى هذا الذي تعلمناه وعملنا به. وأمر النساء تدلقوا رابي السجن. ثم نصبر. ثم لابد من الصبر. إذا رابي السجن أبصر لا. نصبر على ماذا؟ معلمة أبصر. أول تصبر على التعلم. ثم على العلم. ثم تصبر على نصبر على ماذا؟ معلمة أبصر. أول تصبر على التعلم على العلم. معلمة أبصر. تراندوس علمي يصبر على ماذا؟ علمي لا تبصر. ثم تصبر على العمل. إيه أنا أقول تصبر. ثم تصبر على الدعوة. إيه أنا دعوة تصبر. تكلم كلام كلام. نعم. كان. جزاك الله خير. نعم غير هذا. أنا ماني مارك نعم. أخذنا المسائل الثلاثة. أخذنا المسائل الثلاثة. هل هي الأصول الثلاثة أو غيرها؟ مسائل الثلاثة هي الأصول الثلاثة. إنتم ما تقولوا عن غيرها جري. لا غيرها. ها؟ لا وردت تحكيتها المسائل الثلاثة قلنا مسائل الثلاثة هي أنواع التوحيد الثلاثة إذن أنواع التوحيد وسكنت إلى سجود ملئ أصول الثلاثة ولد تحكيتها المسألة الأولى مسألة القفاصة للرمان إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد إفراد الله بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ربوبية بأسماء صفات المسألة الثانية مسألة القفاص مسألة سجود الرمان إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إفراد الله بالعبادة ربي عبادة الأنبياء والرحمن خليات المسائل الثلاثة. المسألة الثالثة قلنا وسطية أهل السنة في التعامل مع غير المسلمين. نعم. مسائل ثلاثة نماذج من المسلمة على السنة والجماعة توصل. كيف نتعامل مع غير المسلمين؟ يا مسلم تأني ودنيا كم تجلى نتيم؟ نعم. نعم. إلى ثلاثة أقسام قلنا طرفين وسط. إلى ثلاثة أقسام. نعم. من الناس من يقاتل الكفار. من؟ من يقاتل الكفار. يقتل الكفار ويأخذ أموالهم ويكذب عليهم. نعم. لما كابرة جيزة ديرا لما كابرة سامو ديرا. ومنهم من يعيد معهم عيد. من يعيد معهم ويشاركهم في أعيادهم ويعجب بهم. نعم إنساني وجب يا عياب يا عيانا عيانا بمن ديرا. والتوسط ماذا نصنع؟ نحن نتوسط. نأثي لهم بالعهود. إساساً وعادي وليسين يبرنا. لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال. وريساني فردوا نسان. ومع هذا أكل ماجم. ندعوهم إلى الله نخاف عليهم من النار. قال ربي إساني أنا أدام ربي رأي إساني